عريق برنامجكم الصباحي اللي بيأتيكم عبر شاشة الأردن اليوم، وحلقة جديدة تتجدد مع حضراتكم اليوم الاثنين 22 تشرين الأول أكتوبر. يوم أمس كان بالفعل هنالك قرار ملكي أثلج صدور الكثير من الأردنيين، جاء متناغما منسجما مع الرغبة الشعبية والرغبة السياسية حول هذا القرار. اليوم سنتناول الكثير من التحليل مع الصحافي الزميل محمود الشرعان، سنتحدث حول هذا الموضوع، ويعني كلمة حق وشهادة حق في حق محمود الشرعان. يعني بالفعل أنا شخصيا أستمتع وأقتنع جدا بالكثير من تحليلاته. وأيضا مع دكتور زيد النوايسي سنأخذ الموضوع بأبعاد سياسية قد تكون عميقة. هل نتحدث اليوم عن تغيير في استراتيجية التعامل مع العدو، أم هي استراتيجية مرحلة أو لحظة أو تكتيك معين؟ بالمطلق الجميع استقبل هذا القرار الملكي بالكثير من الغبطة، شعور بالسعادة، ولكن يعني ستأتينا أيام وسنة قد تكون شاقة جدا، مطلوب الكثير من الحكومة ومن الوفد المفاوض. باسمكم نرحب بداية بمحمود الشرعان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وصباح الخير. أهلا فيك البقورة والغمرة، كل الجرائد الصحف وحتى الصحف العربية على فكرة تحدثت عنها، والإعلام العربي بشكل عام. ولكن كيف قرأت أنت؟ وأنت في طبعا أحداث اليوم يجب أن ننوه أنه عندك خبرة طويلة جدا في التحرير. شكرا. والتحليل أيضا. شكرا. ومع صحف عربية. نعم. فضل. يعني مبارك للشعب الأردني المتعطش للكرامة، يعني وعقبال أم الرشاش إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية لابد أنه ننوه ما شاهدناه أمس كان فعليا يؤكد على أن الشعب الأردني متعطش للكرامة بشكل كبير جدا. ما شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي، على ردود الأفعال، على كافة الأصعدة، نواب، نخب أردنية، نشطاء، أحزاب، إلى آخره. قرار ملكي قوي جاء منسجما مع الإرادة الشعبية. نعم. بكل تأكيد في عدم، يعني جاء في عدم استمرار العمل في ملحقي ألف واحد ألف وواحد جيم من معاهدة وادي عربة. نعم. يعني عفوا، واحد ألف واحد ألف باء واحد باء واحد جيم. نعم. من اتفاقية وادي عربة ضمن نظام خاص، بمعنى لا يوجد تأجير للباقورة والغمر كما كان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى مواقع إخبارية أشارت إلى أن هناك تأجير لها ليس بمفهوم الفعلي للتأجير. كانت هي نظام خاص طبعا. يعني القرار بالتأكيد يعني سبب أزمة لدى الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد، سبب إحراج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. القرار بحسب الكاتب فهد الخيطان يعني في مقاله طبعا الغد في صحيفة الغد، يعني يشير إلى أن القرار كان في أيار الماضي. نعم. أن الملك اتخذ هذا القرار في شهر أيار الماضي من العام الحالي. من وجهة نظرك لماذا لم يكن هنالك إعلان أو يعني من الإعلام تصريح إعلان حول على الأقل ماهية هذا القرار؟ يعني كان هنالك غضب، كان هنالك احتقان شعبي، كان هنالك فعاليات مسيرات منذ آذار حتى يعني تحت القبة. لماذا تم التكتم إن أحببت يعني حتى اللحظة؟ هل هذا أيضا يعني مدروس؟ بالصورة الطبيعية القرار تأخير، يعني البت في القرار أو الإعلان في القرار هو قرار مدروس بحسب يعني طبعاً المؤشرات والمعطيات الأولية، لأنه بكل بساطة الجانب الأردني أو الأردن لا تريد أن تعطي الجانب الإسرائيلي أي مساحة أو أي فرصة للمناورة في هذا الملف تحديدا. يعني ثمت ملفات على في الساحة الأردنية أو على المستوى الإقليم هي حساسة بالنسبة للأردن، من ضمنها صفقة القرن. ولكن هذا الجانب يؤكد على أن الأردن تعرض لضغوط طويلة وكبيرة، ما أدى إلى أنه فعليا صمت طول هذه الفترة عن حتى إعلان، يعني أمس يوم أمس الإعلان عن هذا القرار. من وجهة نظرك هل يكون هكذا قرار بادرة لتغيير استراتيجية تعاملنا مع العدو؟ واليوم بعيدا عن أم الرشراش يعني لدينا أيضا يعني قضايا عالقة، أهمها قضية الرائد زعيتر، القاضي رائد زعيتر،
الشباب ايضا اللي تم استباحه يعني واستشهادهم في السفاره وغيره. يعني تجربتنا مريره مع الكيان الاسرائيلي يعني من قبل معاهده وادي عربه، يعني منذ معاهده وادي عربه لغايه 2018 تجربتنا بصراحه ليست جيده مع الكيان الاسرائيلي، والكيان الاسرائيلي او الاحتلال او اسرائيل باي مسمى يعني ان كان، تجربتنا ليست جيده معه. ليه؟ اول شيء يعني باغتيال، محاوله اغتيال خالد مشعل بعد ذلك بال 97، ولكن القرار حاسم كان، يعني تم التهديد بانهاء اتفاقية وادي عربة ايام المغفور له الملكه حسين. نعم، ولكن بعد ذلك شاهدنا هناك تجاوزات على معاهده وادي عربه من قبل الجانب الاسرائيلي، من ضمنها اخرها يعني كان هي حادثه السفاره وقبلها الشهيد رائد الزعيدر. فيجب على الأردن إعادة دراسة نجاعة ونجاحة يعني هذه المعاهدة، معاهدة السلام. هل هذه المعاهدة تحقق السلام فعليا بين الجانبين؟ يعني لا أتوقع ذلك أنا بكل بساطة. يعني الدقامسة، الجندي الأردني الدقامسة قتل 6 إسرائيليات أو 7 إسرائيليات وتعرض لمحاكمة طبعا داخل الأردن، داخل الأردن ومحاكمة طويلة، لا محاكمة كاملة يعني لم يعفى من أي يوم حتى. بينما أين الآن الجندي الذي اعتدى، أو عفوا الدبلوماسي الذي اعتدى على احتفلوا فيه ما شفت، استقبلوا استقبال رئيس حكومة العدو. فبالتالي يجب على الأردن أن يكون حذر في خياراته القادمة. أنا باعتقادي بأن الأردن يجب كل خطوة قادمة أن تكون مدروسة بشكل كامل، مثل هذه الخطوة، يعني خطوة عدم العمل أو استمرار العمل في ملحق في ملحقي الباقورة والغمر. نعم. خطوة ذكية جدا طبعاً. تمام طبعاً. ولكن نحن نريد أيضا خطوات أخرى في كانت أيضا رسالة للداخل، كانت في توقيت حرج جدا، محاولة لترميم الثقة، ولكن إن شاء الله أنها تأتي أكلها، ترميم الثقة يعني في الداخل الأردني. بخصوص التوقيت، يعني التوقيت جاء حساس جدا. أمس كان الذكرى إحياء مقتل رئيس الوزراء السابق الذي وقع معاهدة وادي عربة مع الأردن، إسحاق رابين، وبالأمس أشارت له الصحافة العبرية أو الصحافة الإسرائيلية في هذا الجانب بأنه الأردن اختار توقيت حساس جدا بالنسبة لنا طبعاً. وكان هناك رمزية بالنسبة لهم سيمبوليك. وغير ذلك يعني هناك الصحافة الإسرائيلية، وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكثر من موقف، وأيضا نشرت على الصحافة الأردنية بصورة واسعة جدا. ولكن دعيني أن أشير وأن أنوه أو أن أدعو الأردنيين إلى زيارة الباقورة والغمر طبعاً. هي زيارة مسموحة طبعاً. ولكن طبعاً. يجب الحصول على الموافقات الأمنية. لماذا لا يوجد، يعني لماذا لا نرسل أبنائنا ونعرفهم إلى تلك المناطق؟ هي تلك مناطق أردنية وسيادتها أردنية، لماذا لا نرسل أبنائنا وطلابنا؟ بدأت حديثك أنه الأردني يوم أمس شعر بالفعل باسترداد كرامته الأرضية العرض. نعم. هكذا يعني تربينا على هذه الأمثلة. طب في هذا المحور تحديدا، لأنه احنا سنفرد له أيضا مساحة مع المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسي، ولكن ماذا يجب على إعلامنا المحلي الأردني عمله؟ لأنه الجميع اليوم يتحدث أنه إعلام العدو سيشن هجوما شرسا، ممكن أنه يحاول يلعب في بعض الأحيان على قضايا لا سمح الله تزلزل الوضع الداخلي. ما المطلوب منا اليوم؟ يعني مقال ماهر أبو طير في كان واضح جدا، يعني ما هو القادم بصورة مبسطة. الجانب الإسرائيلي لن يقدم لنا الباقورة والغمر على بساط أحمدي، لن يقدم لنا الباقورة والغمر كهدية للأردن طبعا. سيناور وأيضا سنخوض معارك طويلة، معارك أقصد بمعارك الوقت، معركة طبعاً. الوقت ليس بمصلحة الأردن ولكن بمصلحة الجانب الآخر. إسرائيل تحاول مطمطة هذه المدة يعني بشكل كبير جدا. فبالتالي هناك أمامنا 3 محاولات بتصور الشخصي. التصور الأول، سأعود إلى سؤالك، التصور الأول بأن إسرائيل لن ترد على المخاطبة، مخاطبة الخارجية الأردنية بتاتا. يعني ستتجاهل بشكل تام.
تستطيع اليوم ان تتجاهل لانه يعني هذا. دعينا نتحدث بان هذا سيناريو مطروح. اوكي. السيناريو الاخر بان بنيامين نتنياهو في رده، والرد جاء سريعا بالمناسبه، قال بانه مفاوضات طويله الامد. نعم. ومفاوضات طويله الامد تخدم الجانب الاسرائيلي بشكل طويل. وفي طابة يعني اسرائيل جادلت لسنوات عديده طبعاً. على كيلو متر اتوقع طبعاً. على أو يعني كيلو متر في مع الجانب المصري. مع الجانب نعم. المصري طابة كانت حالها كحال البقوره. نعم. فبالتالي اسرائيل لن تتخلى عن كيلو متر من بسهولة. بسهوله بسيطه. السيناريو الثالث وهو أن تعطي الجانب، أن يعطي الجانب الإسرائيلي الباقورة والغمر، ولكن أن يلعب في ملفات أخرى مثل المياه التي يحصل عليها الأردن، مثل اتفاقية الغاز. ثالث نقطة وهي الحساسة والأهم، اتفاقية صفقة القرن. نعم. فبالتالي هناك ملفات. يعني إحنا بصراحة أنا أمس قرأت كومنت يعني هيك يعني لطيف، ولكن بنفس الوقت لا يعني هناك عدم بصراحة، هناك عدم وعي بأن الباقورة والغمر لم يعني الآن أنا مش بإمكاني أروح أزورهم بصورة سريعة، والباقورة والغمر الآن مش بأيدي الأردن لسه، هناك باقي سنة. نعم. حتى انتهاء يعني هذه الاتفاقية. للأسف في كثير من الأحيان تفاصيل هذه القضية مبهمة حتى اللحظة، حتى من خلال يعني عرابين معاهدة وادي عربة، الكثير من الأشخاص اللي كانوا متواجدين في تلك المرحلة. إذن يعني ما تتفضل به مهم جدا. بالمطلق تم دراسة هذا الموضوع وتم تقييم الأكلاف أو الأثمان، لأنه سيكون هنالك ثمن. لن يهدأ الجانب الكيان بسهولة، والولايات المتحدة قد تتدخل أيضا. كل هذه التفاصيل سنناقشها مع الدكتور زايد. بدي أستثمر ما تبقى من الوقت معك لو سمحت، وأنت المطلع على ملفات نقابة المعلمين. يوم أمس كان في اجتماع مع رئاسة الوزراء، ممكن تدخلنا أكثر في أجواء هذا الاجتماع؟ هل خرجت نقابة المعلمين راضية بعد هذا الاجتماع؟ يعني ما أتوقع، لم يكن هناك أي رضا من قبل جانب نقابة المعلمين على لقائهم مع مجلس الوزراء ومع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. هناك العديد من المطالب والعديد من الملفات التي وضعتها نقابة المعلمين أمام رئيس الوزراء، إلا أن رئيس الوزراء تعهد بنقل الملفات إلى حيث الاختصاص. بمعنى هناك العديد من المطالب، يعني تمديد نظام التأمين الصحي وعلاوة التجير والمسار المهني. هؤلاء يعني المطلبان يعني هم يعني ماديات، بمعنى ماليات طبعاً. ووعد وزير رئيس الوزراء عمر الرزاز بتحويلهم إلى وزير المالية. تحدثت أمس مع الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين. أنت عملت أعتقد كناطق نعم. إعلامي فترة. ليس كناطق إعلامي، عملت في المكتب الإعلامي. أوكي. لنقابة المعلمين وفي في في هذه الدورة يعني في هذا المجلس في هذا المجلس تحديدا. فقال لي بأن يعني إذا صاحب الولاية لا يستطيع أن يحسم قرارا في قضية معينة، فكيف لنا يعني أن نحدد مسار اللقاءات القادمة؟ وهذا على لسان الناطق الإعلامي. الناطق الإعلامي نعم. إنه لا يستطيع حسم هذه الأمور، ويقصد بصاحب الولاية وزير التربية. لا، يقصد رئيس الوزراء. الآن وعد رئيس الوزراء بتحويل بعض المطالب المالية إلى وزير المالية للبت فيها. فقال يعني انه هو غير معني في هذه المطالب، يعني الدكتور عمر الرزاز او رئيس الوزراء. المفروض وزير التربيه والتعليم وينه يعني؟ ولكن في المقابل يقول الدكتور احمد الحجاي الناطق الاعلامي باسم النقابه، اذا يعني رئيس الوزراء لم يحسم يعني هذول الملفات البسيطات، فكيف راح يحسم قرارات اهم؟ نعم. فهو يعلق على هذا الحديث بس هذا على لسانه، متاكد؟ ممكن نحكي معه. لا انا يعني انا لا واثقه في يعني ما تقوله حضرتك، بس لانه يعني صدقا خطير. قد تكون مثلا ايضا عم بيلعبوا على جزئيه الوقت او ترحيل الوقت بسبب امور لها علاقه يعني بالموازنه او الميزانيات او غيره. دعيني اتحدث بكل صراحه. الدكتور عمر الرزاز قالها في لقاء الشباب مؤخرا بانه نجتمع مع نقابة معينة أو نعم. نجتمع مع مجلس محافظة
معين. في 300 مطلب مثلا او 30 مطلب، اعطوني الاهم. الدكتور عمر الرزاق، الاولويات. هذا العام نحقق جزء من هذا المطالب، العام المقبل نحقق ما تبقى من المطالب. حتى يعني تكون يعني حتى تكون الامور واقعيه ولا يصاب صاحب المطلب بخيبات امل، يعني انا ما بدي اجي كمان اعمل هذه الوعود الغير واقعيه وغير حقيقيه. يعني كمان مسألة الوقت لا تخدم أحداً، يعني تحديداً خلينا نتحدث بكل صراحة، يعني كم قطاع اعتصم وتوقف عن العمل وأضرب عن العمل في خلال هذه الفترة البسيطة، يعني أو خلال 2018 تحديداً؟ وما جل هذه القضايا؟ يعني شو كل القضايا؟ مطالب مالية. مطالب مالية، فأزمتنا حقوق، يعني كلها مطالب حقوقية فعلاً. ولكن يعني مطالب حقوقية مالية تحديداً. سألت الدكتور أحمد الحجاية حول إمكانية الإجراءات التصعيدية لنقابة المعلمين في حال رفض رئاسة الوزراء أو الحكومة مطالبهم، قال بأن الإجراءات مفتوحة أمام نقابة المعلمين، فربما نشهد في المرحلة المقبلة. هي ولا مشكلة مستقبلها الطلاب. يعني مهو كمان نحكي بصراحة، يعني مش كل نقابة أو كل نقابة، مش كل نقابة ولا كل قطاع أراد الضغط على الحكومة يعطل المصلحة العامة. طبعاً يعني طبعاً أنا هاي وجهة نظري. ولكن في المقابل البعض يتحدث بأن نقابة المعلمين تريد مثلاً تريد اللعب في 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 في, في, في لا، وشوف أنا يعني إذا فعلاً، وإحنا بنعرف تحديات المعلم اليوم، تحديات المعلمين، رواتب متواضعة جداً، يعني الكثير من التفاصيل. ماذا المعلم أيضا ناحيته النفسية ستؤثر بالمطلق على أدائه، يعني داخل الجدران الصفية. لا، الفكرة الذي كنت أتحدث فيها أستاذي هنا إنه مجلس النقابة يريد استغلال، يعني هذه أنقلها بحسب مراقبين، إنه يريد استغلال هذه الفترة تحديدا، لأن انتخابات نقابة المعلمين في شهر 3 القادم. فربما يعني يحاول مجلس نقابة المعلمين، طبعا ولكل الاحترام لنقابة المعلمين، تسجيل موقف. طب سريعا قبل ما ندخل اتصال مع زميلنا الصحفي محمد الزيود وهو خبير في الشؤون البرلمانية، كيف تابعت يوم أمس هذه الانتخابات؟ انتخابات الكتل واللجان النيابية، يعني هي انتخابات اعتيادية. تحديدا بصراحة كان تركيز مجلس النواب أو تركيز اللجان النيابية والكتل النيابية على القرار، يعني بصراحة قرار الباقورة هناك كان التركيز الأكبر. يعني أنا بفضل أنه بصراحة أنه الأستاذ محمد. طيب، هاي الأستاذ محمد معنا. صباح الخير من محمود الشرعان ومنا يا أستاذ محمد، كيف حالك؟ صباح الخير لصديق محمود كمان. الله يخليك. كيف كانت أو كيف تابعت الأجواء يوم أمس؟ ما هو تقييمك أيضا لما حصل تحت القبة بالأمس؟ يعني زميلة هنا، كانت الأجواء تميل إلى التوافق النيابي بخصوص اللجان، فكانت أغلبية اللجان النيابية 20 كانت ذهبت بالتوافق باختيار أعضائها، وكانت هناك مفاجأة واحدة فقط هي في تشكيلة هذه اللجان، أن اللجنة القانونية تم تزكيتها ضمن اللجان التي تم التوافق عليها دون اللجوء للانتخاب والتصويت واللجوء إلى صندوق الاقتراع، ودخول النائب الأكثر أو النائب المخضرم والأكثر أقدمية في مجلس النواب منذ عام 89 رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي إلى هذه اللجنة. صراحة لم أعلم حتى هذه اللحظة ما هو مغزى دخول الدغمي إلى هذه اللجنة في ظل وجود أربع رؤساء لهذه اللجنة سابقين أيضا دخلوا هذه اللجنة. تحليلك يعني هلا إذا لم تسمع معلومة، ولكن تحليلك ما هو السبب؟ تحليلي أن هناك قد يكون هناك حملا تشريعيا قادما في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، مثل قانون الانتخاب، قد يكون هناك بعض التشريعات المتعلقة بمعاهدة السلام بخصوص الباقورة والغمر، تبعات القانونية لهذه القرار الملكي بالأمس، وأيضا سيكون هناك حملا تشريعيا بخصوص بعض القوانين الأخرى مثل قانون اللامركزية وقانون الانتخاب، وهذه قوانين محورية في الإصلاح السياسي. طبعاً أتوقع أنها بحاجة إلى من يحملها ويدافع عنها تحت القبة. طبعاً وقد هناك ترجيح، وهذا بالأمس توصلت إلى ترجيح بوجود تعديلات دستورية جديدة تتعلق برفع مدة المكتب الدائم
إلى عامين سواء بمدة الرئيس، أو قد تعاد لا أعلم ماذا أين توجه الدولة اليوم، أو قد تعاد مدة خدمة رئيس مجلس النواب كما كانت سابقا لتخفيضها من عامين إلى عام. نعم. لم تتضح الصورة بعد، لكن اليوم تظهر حقيقة أو توجه اللجنة القانونية. نعم. إذا ترأس الدغمي بالتزكية رئاسة هذه اللجنة صباح هذا اليوم، أتوقع أن هناك مؤشر إلى أمر ما يتعلق بحجم كبير من التشريعات سيكون في المرحلة والإصلاح كبيرة. السياسي وهذه المرتكزات. نعم. الأساسية، ويجب أن تسبق أي نوع آخر من أنواع الإصلاحات. نعم. ولكن إذا ما تسلم فعلا النائب الدغمي، هل تجد انفراجات على القوانين الأكثر جدلية اليوم التي تمس المواطن، التي تقلق المواطن؟ نعم، أتوقع الدغمي بخبرته البرلمانية والقانونية قد يكون قادرا على التعامل مع هذه التشريعات بوجود زملائه رؤساء اللجنة السابقين، لكلهم لديهم خبرة، وهذه لم تحصل سابقا أن كل الرؤساء السابقين يجتمعون في لجنة واحدة. نعم. القانونيون اليوم يجتمعون في هذه اللجنة، النائب مصطفى ياغي، النائب مصطفى الخصاونة، النائب حسين القيسي، والنائب عبد المنعم العودات. أتمنى أن يكون هناك إن شاء الله تشريعات متينة. وأيضا على الصعيد على الجانب الآخر أو بموازاة ذلك، عادت لجنة الاقتصاد والاستثمار لانتخاب رئيسها مجددا النائب خيرب الصيليد. نعم. ليواصل قيادة هذه اللجنة في وهذا كان يعني يوم أمس تكهنت بهذا. نعم. الموضوع تحديدا بالضبط. سريعا، الأجواء كانت احتفالية بالمطلقة بسبب القرار الملكي. صحيح. هل توقع النواب هكذا قرار في هذا التوقيت؟ صراحة أجزم أن النواب لم يتوقعوا، بالرغم من كل اندفاعهم وكل رغبتهم في أن يكون هناك قرارا للدولة بعدم التجديد لهذه الملاحق، إلا أنك لمست بالأمس الفرحة التلقائية. فاجأهم يعني القرار. فوجئ النواب صراحة، هناك بعض السادة النواب والسيدات النواب من الفرحة شاهدتهم يجرون في الغمار فرحين. هو قرار بالفعل محمد كان مفاجئ. نعم. للجميع يعني. صحيح. حتى نحن على هذه الطاولة تحديدا كان لدينا العديد من الاستضافات، يعني كثير منها من تبوأ مناصب حكومية ولم يكن أبدا بحسبانهم إنه هذا القرار سوف يتم اتخاذه. مثلا دكتور جواد العناني كان يقول إنه قرار سياسي معقد ليس بالسهل وغيره. يعني صراحة بالأمس ثبت لدينا أمر، وأتمنى أن تكون الدولة بمؤسساتها تلتقط هذا الأمر. أن عندما تسعى الدولة باتخاذ قرار سليم ويسير في الاتجاه الصحيح ويتماهى مع الرغبة الشعبية، ستجد الناس فرحين. صح. ومؤيدين ويصطفوا صفا واحدا تحت مظلة بالمطلق، لأنه لا يوجد لدينا يعني على يعني بالأغلب لا يوجد لدينا معارضة فقط يعني تريد أن تناكف. الفكرة. صحيح. دائما أنه هذه مطالب شعبية لها علاقة بسيادة، لها علاقة بكرامة، لها علاقة بحقوق، ولهذا السبب تعلو. نعم. يعني الأصوات. وطبعا لا تستطيع زميل هنا والأخوة المشاهدين لمؤسسات الدولة أن الأردنيون ليسوا عدمي طبعاً. ليسوا طبعاً. لا يبحثون فقط عن النقاط السلبية، بل عن. نعم. تغريدة واحدة من جلالة الملك عمت الفرحة في كل الأردن. مزبوط. حتى من 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 ينتقدون دائما السياسات الحكومية. صح. والسياسات الدولة. صح. عبروا. طيب. عن فرحتهم وتأييدهم للقرار الملكي. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد. يعني ونحن فرحنا يعني يوم أمس حتى كان في محمود الكثير من المغتربين يوم. صحيح. أمس كانوا يقولوا وأخيرا يعني خبر مفرح. مفرح. في بلادنا منذ بداية العام. على سيرة أن النواب تفاجؤوا في القرار، يعني أمس كان هناك يعني بوجه لها تحية سعادة النائب ديمة طهبوب، كنت ناشر من يوم الخميس الماضي خبر يتحدث بأنه الحكومة أو هناك توجه لدى الحكومة بعدم العمل أو استمرار العمل في ملحق البقورة والغمر. آنذاك تحدثت معي سعادة النائب ديمة طهبوب، قالت لي بأنه هل الخبر صحيح؟ هل الخبر يعني مؤكد؟ قلت لها نعم مؤكد. قالت لي خلينا ننتظر. طبعا أمس يعني كانت جدا اتصلت في ويعني وشكرتني في هذا القضية، وقالت لي لك حلوان يعني بهذا الخصوص. فعليا كان هناك مثل ما تحدث الأستاذ محمد الزيوت، كان هناك فرح عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هناك كان يعني ترند الأول على تويتر في هذا الجانب. ولكن يعني إسرائيل اليوم ليست إسرائيل التي وقعنا معها معاهدة السلام، يعني تحدث بهذه الجملة تحدث بها
مروان معالي مروان المعشر. فبالتالي يجب ان ندرس خياراتنا القادمه وان لا نذهب في الفرح كثيرا. طبعا بدي اقتبس منه، قال يجب ان نتسلح، لانه بالفعل يعني نحن بحاجه الى هذا السلاح من ناحيه تفاوضيه، من ناحيه كل الامور التي لها علاقه بالقوانين التشريعات. ماذا بعد؟ بالضبط. بالاضافه الى ذلك يعني الجمله كانت مثل يعني وكانها خرجت من مكبر الصوت، يعني اسرائيل امس ليست اسرائيل التي وقع، اسرائيل اليوم ليست اسرائيل التي وقعنا معها اتفاقيه السلام. بالمقابل كمان في يعني من جهه اخرى معالي خولة العرموطي نشرت صور، نشرت صور للباقوره والغمر، فعليا هي اراضي جميله جدا، فيجب على الاردن المحافظه عليها في حال انها يعني. محمود الشرعان شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. ولما تروح على الباقوره بلغنا كمان. رح نروح سويا ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ثم نعود.